الرفيق فؤاد سيادي أمين عام جمعية وعد. الرفيقات والرفاق، طال مساءكم، طال مساءكم، وأحيي حضوركم هذا المقام في هذه الوقفة مع الجمعية الحاضنة لجميع الرؤى والأطروحات والتباينات، مع الجمعية العابرة للطوائف والانقسامات، مع الجمعية الوطنية الديمقراطية التي أسسها المناضل الوطني الرفيق الراحل عبد الرحمن النعيمي مع رفاقه، والذي ما أن نذهب إلى أي قطر عربي إلا وحضر اسمه وذكرياته ونضالاته من أجل وطن لا يرجف فيه الأمل، من أجل وطن لا يرجف فيه الأمل، مع مناضلين على دروب الشوك من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن قيادات التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، أقف أمامكم لأعلن تضامن الوحدوي التام مع وحد، مع وعد، فيما يحاك لها من ضرر يشارك فيه أعداء الحرية من أقلام وصحف صفراء تكيل بمكيالين هدفها محو وجه البحرين الديمقراطي الموعود، والذي جملته وعد وأخواتها من الجمعيات فعملوا بجد واجتهاد، هدفهم رفعة البحرين ونهضتها. فهذا التضامن الذي نتشارك أو نشارك به معكم ما هو إلا رد الجميل لهذا الكيان الكبير بعطائه ومواقفه مع جميع فئات الشعب ومع جميع المطالب الشعبية. فوعد ليست للوعديون فقط، بل هي للجميع ومن الجميع، فقد كانت دائماً وأبداً للجميع، وحمت ودالت عن الجميع، وكانت ولا زالت مع الجميع. عفواً، ننتدي هذه الليلة تحت عنوان: لماذا تحاكم وعد؟ أتحاكم وعد لأنها أول تنظيم يساري تأسس بشكل علني في الخليج العربي؟ أتحاكم وعد لأنها كانت ولا زالت الجسر الرابط بين شعب البحرين وباقي الشعوب والأحزاب العربية؟ أتحاكم وعد لأنها ناضلت منذ خمسينيات القرن الماضي؟ أتحاكم وعد لأنها تصدرت المشهد السياسي وأعطته زخماً ليقول المتابع للشأن السياسي البحريني إن البحرين الديمقراطية لا زالت حلم سوف يتحقق؟ أتحاكم وعد لأنها خليط ممزوج بعطر المحبة والسلم والوئام؟ أتحاكم وعد لأنها ألد أعداء الطائفية والتكفير والتمييز والتهميش؟ أتحاكم وعد لأنها آمنت بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك وقالتها مراراً وتكراراً إنها ضد أي محاولات لزعزعة النظام، وأنها مع النظام الملكي الدستوري الموعودون به في ميثاق العمل الوطني؟ أتحاكم وعد لأنها من تبنت الحراك السلمي المطلبي ووقعت مع أخواتها من القوة الوطنية الديمقراطية المعارضة وثيقة المنامة المتأصلة من ميثاق العمل الوطني ومن مبادرات سمو ولي العهد؟ أتحاكم وعد لأنها تبنت وثيقة اللاعنف ولا للكراهية لتضع حداً وأخواتها من الجمعيات السياسية إلى أي محاولات لحرف الحراك السلمي؟ أو أتحاكم وعد لأنها فتحت أبوابها لكل فئات المجتمع ودافعت عن المواطن المظلوم أي كان انتماءه وعقيدته؟ أو أتحاكم وعد لأنها تزور مجالس السنة في المحرك
ومآتم الشيعة في القرى، أو تحكم وعد لأنها طالبت فقط لمطالب هذا الشعب بطائفيتي الكريمتين. لا يا معالي الوزير، لا يجب أن تحكم وعد، بل يجب أن تكرم بنضالاتها ومحاولاتها الحثيثة للعبور بالبحرين لبر الأمان، فهي من دعت وأكرر أخواتها من الجمعيات السياسية المعارضة إلى حوار بناء يمكن من خلاله مراجعة كل المراحل وصياغة تفاهمات نستطيع البناء عليها لتعود البحرين كما كانت بداية العصر الإصلاحي عندما صفرت السجون وعادت المنفيون وفتحت أبواب العمل السياسي رغم بعد التحفظات. إنني وفي هذا المقام أذكر أن البحرين بحاجة لقرار تعبر به أزمتها الخانقة والمستفحلة والذي أثرت بشكل واضح وجلي على اقتصادنا ونسيجنا الاجتماعي، وبالتأكيد على حقوقنا السياسية والإنسانية. ولسنا بحاجة لتقويض العمل السياسي والتضييق على الجمعيات السياسية العاملة، فكما يرى الجميع حالة الجمود السياسي بعد حل جمعية الوفاق ذات الأغلبية الجماهيرية، وها نواجه نحن اليوم نفس المشهد مع جمعية وعد، والذي لربما يتكرر تزداد حالة الركود السياسي، وبذلك تخسر البحرين كبار جمعياتها العاملة بصدق وإخلاص للوطن والمواطن. إننا في الوحدوي عربنا في بيان بتاريخ 7 مارس الماضي عن قلقنا البالغ إثر قيام وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف برفع دعوى قضائية لحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد لما لهذا الإجراء من ضرر بالغ الأثر على العمل السياسي في البلاد وتضييق مباشر على الجمعيات السياسية. كما ذكرنا أن وعد تعمل في قانون الجمعيات السياسية كما هي باقي الجمعيات السياسية المعارضة، وملتزمة بنهجها السلمي المطالب بحقوق أبناء الشعب، ولها تاريخ وإرث نضالي متأصل عبر عقود من الزمن يعمل لما هو في مصلحة الوطن. وطالبنا آنذاك وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف العدول عن هذا الإجراء والسماح للجمعيات السياسية المعارضة ممارسة دورها الحقيقي بمراقبة أداء الحكومة دون استهلاك. إننا ومن خلال هذا المنبر الحر نعلن مناشدتنا للسلطة بالتوقف عن التضييق على الجمعيات السياسية وآخرها وعد، كما نكرر دعواتنا القلبية إلى الإصغاء إلى البيانات المتكررة من الجمعيات السياسية المعارضة بضرورة الاحتكام من الحوار لحل حالة ما تعانيه البحرين اليوم على المستوى السياسي والحقوقي والاجتماعي. وكما يلاحظ المتابع للوضع في البحرين من عدد السجناء وعدد الضحايا من الجانبين الرسمي والشعبي والتواجد الأمني في معظم المناطق والمهاجرين والمهجرين والمسقطة جنسياتهم، يتأكد لهم أن هناك أزمة مستفحلة تحتاج للحل بمشاركة السلطة والوفاق والوحدوي والتقدم والقومي، وبالتأكيد وعد يا طريق العلا. شكرا لكم.